يعني خلاص. قال يا علي، قال وتتعلق بك شيعتك، يعني هذا النور مو لحد، هذا لي أنا ولك يا علي وللأئمة. قال والشيعة أيضا. سكت الرسول، شوف تتابع الحديث كامل كامل. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم، الجماعة جالسة تستمع. بعدها قال يا علي أتعرف من أنا ومن أنت بين هذه الأمة؟ أمير المؤمنين سكت والناس قاعدة تستمع. قال يا علي أنت أنا وأنت أبواه هذه الأمة. شوف الجمع كله. أريد أرجع أحيى الموضوع. قال هذا التمسك الموجود، لذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شهود يقول إذا أحب الله عبد تبشر أنت تشوف أعمالك. شنو أعمالك؟ أنت تريد تعرف مقبول أو مو مقبول، هاي أعمالك. قال إذا أحب الله عبدا جعل العالم موجودا. نكرر على أن الرسول الأكرم لا يخفي حديث. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يخفي حديث أمام العامة جمعة. قال إذا أحب الله عبدا. الحسن جالس على فخذه الأيمن، الحسين على فخذه الأيسر. قال إذا أحب الله عبدا جعل في قلبه محبة الحسين. الله أكبر. حب الحسين شنو الهدية اللي محروم منها؟ إن شاء الله بنوصل. قال وجعل في قلبه محبة الحسين ورزقه زيارة الحسين. وإذا كره الله عبدا جعل في قلبه بغض الحسين وحرمه زيارة حسين. قال هذول شوف العلامات الموجودة، ترى مولاي يمكن يجيني بعدين ما أحد يقول شلون يعني إحنا ما حبين للحسين وما حبنا. لا مولاي، وكفاية زيارتك إلى الوجه طرفك إلى أرض كربلاء، وأنت كلك شوق، كلك شوق للحسين. وصحت السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يقول لك هنا هذه زيارة مولاي مفعلة داخل القلب. يشوف اللي تعرف عن ان رايح للعرف، تعرف لا تلزمه وتضمه الى صدرك وتقول بلغ سلامي للحسين. هذا والحرم والاطفال بمجلس يزيد بن معاويه قد اشتاقوا لزياره الحسين كاشتياقكم انتم. نظر يزيد قال يا رجال افسحوا لهم المجال وارجعوا بهم الى اراضي جدهم رسول الله. يا زين العابدين اطلب ماذا تريد؟ قال يا يزيد ان ترجع ما اخذته وسلبته منا. قال وماذا تقصد؟ قال مقنعت جدتي فاطمة ارجعها إلى عمة زينب فلقد كثرت النظارة عليها. قال أيضا وماذا تريد؟ قال أريد رأس والدي الحسين فلقد تعادى رأس والدي من كثر ما ضربته بمخصرتك على ثناياه. قال فلك الأولى، وأما عن رأس الحسين فلا تراه ولا يراك. هذا رأس الحسين موضوع بصندوق ومصفد بالأصباد. نظر الإمام زين العابدين ناحية رأس الحسين صاح السلام عليك
أبا عبد الله يا حسين، فلقد عزمنا على الرحيل. يقول وإذا بتلك الأصفاد قد فتحت، وذلك الصندوق قد تفتح، ونزل رأس الحسين إلى أن وصل إلى زين العابدين وهو ينادي: وعليك السلام بني زين العابدين. أخذه الحسين، أخذه زين العابدين، ضمه إلى صدره، نظر يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، قال: لك الرأس يا زين العابدين، جهزت المحابل، أصعدن النساء واحدة والأخرى. بقت سكينة أصبحت تبحث عنها زينب يمينا شمالا: بني يا زين العابدين، ما أدري وين راحت اختك سكينة. قال: عم انظري يمينا شمالا وأعيد النظر مرة أخرى. أعادت النظر الزينب إلى أن وصلت عند قبر رقية، وإذا بالسكينة ممتدة عند قبر الأخت. رفعتها عن قبر أختها، ذهبت بها ناحية المحمل، أصعدتها على المحمل، أصبحت تنادي زينب واحدة تلو الأخرى، إلى أن تأكدت أن الحرم قد أسعدنا على المحامل. وإذا بصوت من سكينة تنادي: عم يا زينب. صاحت: نعم بني يا سكينة. قالت: أوصيك يا عم وصية، إذا رحنا ربوع الغادرية خبر حسين عن بنت رقية، قبل ما تموت نصبت له عزية. ضج المحمل بالبكاء والعويل، والكل ينادي: وحسيناه وشهيده. هذا وقت شدت النياق ورحلها، واصبح يمشي ركب الحسين باللطمي والعويل، وهذه تنادي حسين، وهذه تنادي مظلوم، وهذه تنادي وشهيده. هذا وإذا بالحادي وقف وقال: سيدي زين العابدين. قال: بلى يا حادي. قال: سيدي، هذا مفترق طرق، واحد يأخذنا إلى أرض المدينة، والثاني يأخذنا إلى أرض كربلاء، إلى أين تريدون الذهاب؟ قال: اصبر علي قليلا. توجه إلى زينب، قال: عمي يا زينب، هذا مفترق طرق، طريق يأخذنا إلى أرض المدينة، إلى أرض جدنا رسول الله، إلى أرض فاطمة الزهراء، وأرض يأخذنا إلى قبر الحسين. عم يا زينب، أي الطريقين تطلبين؟ أصبحت تلطم على رأسها تنادي: والدي ودوني إلى قبر الحسين. إلا قولوا لحادينا يمر بالغادرية، نسلم على الوالي وننصب له عزيز. قولوا لحادينا يمر بينا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن. والله لروي قبر اخويا بدمعة العين، ويا ريت فوق القبر تحضرن المني. نادى العنين وبدمعة بالخد مدروف: اكسبوا يا من يوم يا نعمة المعروف. مروا بعماتي وخواتي برض لطفوف، وقليت لعصيلك امر يا ابن الشفيق، وعرج على قبر الشهيد وصار نياح، والعاب
عابد السجاد من فوق انت من طوح وزينب تنادي اه يا حسين وطاحت على قبره ويتامها سوي اصبحت النياق وتشد رحلها قاصدين الى ارض كربلاء وتعرف شلون اللي قلبها ملهوف على قبر الحسين بينما النياق تسير اتفتحت جانب منها ودجها زينب عليها السلام واذا بها ترى علم اسود صاحت بني زين العابدين لما هذا العلم قال عما زينب هذه علامة الزوار قبر والدي الحسين مشت قليلا تلك القافلة وإذا بها ترى علم آخر صاحت بني لما هذا العلم على تلك الصخرة قال عمه هذه الصخرة التي وضع عليها رأس الحسين مشات القافلة وإذا بزينب تلوح على محملها وزين العابدين يؤل أنينا وينحب وهو ينادي حسين حبيبي يا حسين شيع مواري صاحت سكينة أخي يا زين العابدين أوضع رأس عمة مرضع رأس والدي عند عمتي زينب قال لا والله وإذا بزينب قد أجابت على سكينة ناد لقبر الشهيد بانت لنا أنا راحتك ها قبر الشهيد قبر عسيه للوالي ما تنقطع لطلب عينيك من دربه ينسى تعب انوار يوم القيامة وابدم تلا يتحاسب من ينقفل بجوار لقبر الشهيد بنوم قبر عسير زينب على ذلك المحمل وهناك زائر آخر بأرض كربلاء على وجابر بن عبد الله الأنصاري أقول لك مولاي أنا جابر مولاي قضية جابر ما أحب أجيبها مولاي لأن رايح أقول كلام ما أدري والله الجرة على زينب بهاي الكلام ولا جابر بن عبد الله الأنصاري عندما نزل بكربلاء اغتسل بماء الفرات وأخذ طيبا رشه على رأسه والتزما جابر بن عبد الله الأنصاري بإحرامه قاصدا إلى قبر الحسين أتى عطية العوفي لزما بيد جابر رمى بيد عطية لأن جابر كفيف العين رمى بيد عطية صح يا عطية حبيبي عفوي قبر حبيبه أصبح يحضر جابر بن عبد الله الأنصاري وكلما مر على قبر أخذ قبضة شمها وضعها مرة أخرى إلى أن وصل إلى قبر أخذ قبضة من التراب شمها صاح حبيبي حسين نور عيني حسين حبيب لا يجيب
أن لك والجواب وقد فصل رأسك عن جسدك. لكن أنا مولاي اسمع الجرأة، اسمح لي يا فاطمة الزهراء، اسمح لي يا رسول الله، اسمح لي يا صاحب العصر والزمان شوي. هذا جابر الأنصاري كفيف العين، أنا ما رايح أدخلك كربلاء مولاي، خليها لبكرها. لكن جابر بن عبد الله الأنصاري كفيف العين، لكن عرف وين قبر الحسين. لكن زينب يوم نزلت أرض كربلاء ساحت هنا يا الناس وين هنا. ليش يا زينب ما عرفتين قبر الأخو؟ ليش يا زينب ما عرفتين قبر العزيز؟ مولاي مولاتي زينب لا توديني إلى قبر الحسين وأنا أمشي أحبو عند قبر الحسين رايح أعرفه. لكن زينب نزلت أرض كربلاء نادت هنا يا النازلين هنا القبر حسين ودوني. وتال التال على المسناي قبر عباس ودوني. طاحت من على الناقة وتبعت بنات حسين تتعفر وتنادي يا اخوي حسين قبرك وين؟ جيتك باليتامى قعدت تلقاني يا نور العين ترى لم تحلى تعظامي ولا تجود الدرب عينه. مولاي بتجرأ شوي على ابو فاضل بعدها، اوديك ويا زينب بعد قبر الحسين وابو فاضل اخلي لا ما يكون مولاي. تقول الروايه زينب سافرت عن العباس مره واحده فبعثت بمكتوب الى ارض المدينه اننا سنصل في ذلك اليوم. ايش سوى ابو فاضل اليوم اللي زينب وعدت رايحه تنزل الى ارض مرمى الى ارض المدينه؟ راح وقف عند اطراف المدينه يستقبل زينب. عرفت قصدي مولاي؟ لكن اليوم يوم نزلت الى ارض كربلاء تقول لي يا ابو فاضل وصلناكم يا ابو فاضل. قلبك مشغول بالعباس اشوفك. تنادي وصلناكم يا ابو فاضل ولا قمتوا تلقونا وهاي الروس جبناها منكم نطلب العون. راس حسين سمحولي راس حسين سمحولي راس حسين سمحولي تراهم تسر سنون. ها وين المشتاق مولاي؟ وين المشتاق؟ تريد تودي رسالة للحسين وأسألك الدعاء؟ ينراي تزور حسين أريدك تيح من رسال. لا تبخل لا تبخل، أريدك تهز بقلبك بريح الحسين. هاي السؤال اللي بقلبك أريدك اليوم تسأل الحسين. ينرايح تزور حسين أريدك تيح من رسالة من توقف عند قبره كل بدمي حمالة. صدرك يا ابن النبي صدرك داس الشمور بنا. وصلت قافلة كربلاء قافلة السبايا ونزلت النساء مولاي الله لا يفجح حرمنا بأطفالها ولأولادها. ويدا بصوت من رملة أبا سائلك يا كربلاء قبر المعرس وين؟
الآباء اللي ينتظرون أبنائهم بالسجون خلوا يرفعون صوتهم. أبا سايلك يا كرب قبر المعرس نادت عليها كربل فوق الثرى عفتين والله فجيعة حالته ومخضبة شفته والله فجيعة حالته ومخضبة. بعد ما نرفع اجتمعنا النساء على قبر الحسين هذه تنادي حسين وهذه تنادي غريب وهذه تنادي ويتمى وزينب واقفة بعيد مع الإمام زين العابدي وإذا بالصوت كأنما صوت من قبر الحسين حنون أبو علي يقولها زينب ترى كل بناتي أعرف أصواتهم كل الحرم أرفع أعرف أصواتها يا زينب قبل ما تحكي لي زفرة الآلام عند ابني ما أسمع بواجيها مع الأيت رقي وياك يا زينب رقي وياك يا زينب لو ماتت براض الشام هاي مدللت قلبي وعليها زايد احزاني نادت جيتك ابو علي البعيدة مستحية منك جيتك يا اخوي والحزن زايد علي ويا اليتامى التبت المجلس هدية لكن اعذرني ما اجت بنتك ماتت على راسك يا نور العين يحسد انا ما احب اشوف دمعتي العين ما احب اجيب مولاي ما احب اشوف انا دمعتي العين مولاي هاي المجلس انا قريت الى واحد شباب واولاده من حول قبره قاعدين يبجون انا قلت اريد اهود عليهم شويه تدري هودت عليهم ابنهم بطفله يوم اجتمعوا الاطفال والحرم على قبر الحسين الا طفله الجالسه بعيد ما جت وياهم على قبر الحسين ها تعرفها من مولاي انا وهي حميده بنت مسلم ابن عمي ما تقربت من قبر الحسين صاحت بها زينب تعالي بنت تقربي عند قبر الحسين حميدة صيح يا زينب برنة على القبور شوف شلون حنين وعلى قبر الشهيد قعدت سكنة وحسات قبر ابويا بعيد عنه الفاتحة تصحقها صلوات على محمد وآل محمد الله